السلام عليكم. حسب المسح الأولي لحركات الهجرة الاستعمارية إلى فلسطين المحتلة، هناك ثلاث طفرات كبيرة ارتبطت جميعها بأحداث خارجة أو خارجية ليست لها علاقة بفلسطين. الأولى في ثلاثينيات القرن الماضي بعد صعود هتلر إلى الحكم، والتي استمرت خلال وما بعد الحرب العالمية الثانية، حيث استغلت الحركة الصهيونية تلك الأوضاع لجلب المزيد من عشرات الآلاف من المهاجرين اليهود من أوروبا إلى فلسطين. والطفرة الثانية كانت بعد قيام ما يسمى بدولة إسرائيل، حيث تم جلب مئات آلاف اليهود العرب من خلال الحركة الصهيونية وأعوانها وبالتواطؤ مع الحكام العرب إمعات الاستعمار. والطفرة الثالثة والأخيرة كانت في تسعينيات القرن الماضي، حيث استغلت دولة الاحتلال والحركة الصهيونية انهيار الاتحاد السوفيتي والمنظومة الشرقية لجلب مئات آلاف المهاجرين اليهود. لكن هذا الخزان البشري الذي تم بواسطته تسمين الدولة الصهيونية قد نضب، بل بدأنا نلحظ في السنوات الأخيرة بوادر هجرة معاكسة تتزايد بالطراد. الهجرة والهجرة المعاكسة، ماذا تشكل بالنسبة للكيان الصهيوني؟ موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع، فتفضلوا بالبقاء معنا. لمن لا يستحق الدار 28 دولة ومية ضد القرار، وانت مصمم تبقى مكمل وانت مركب راس حمار. يا ترامب وحد الناس وخليت الهامي قوية، فتحوا جهاد وحماس وكل احزاب الوطنية، صرختوا كل احساس صرخة وحدة عربية، ما نبيع القدس بالماس ولا بدولارات امريكية. لا شرقية ولا غربية، بالقدس عربية، بالقدس عاصمة فلسطين بالابدية. لا شرقية ولا غربية، مرحبا بكم. في كتابه أن تنتصر على هتلر، يدعو أبراهام بورغ، وهو الذي كان وزيرا ورئيسا للكنيسة ورئيسا للوكالة اليهودية ويتمتع بصفة معنوية كبيرة في الكيان الصهيوني، يدعو الصهاينة إلى امتلاك جواز سفر آخر، وهو نفسه امتلك جواز سفر فرنسي. وتكشف بعض الدراسات أن أكثر من 50% من الصهاينة، وحسب مصادر أخرى 70%، توجهوا أو كانت لديهم نية للتوجه للحصول على جواز سفر أجنبي. يعني ذلك أن الهجرة المعاكسة تشكل خطرا كبيرا على هذه الدولة المارقة، وأنها إحدى نقاط الضعف في هذا الكيان. الهجرة والهجرة المعاكسة ماذا تشكل للكيان الصهيوني؟ هو موضوع حلقتنا لهذا الأسبوع، والذي نناقشه مع الأستاذ صلاح العواودة، الباحث المتخصص في الشأن الصهيوني. أهلا وسهلا فيك أستاذ صلاح معنا. وكذلك من غزة عبر الخط الهاتفي الأستاذ حسن عبدو، الكاتب والمحلل السياسي. اسمحوا لنا أن نشاهد معا هذا التقرير ثم نبدأ النقاش، فابقوا معنا. اعتمدت دولة الاحتلال منذ عام 48 على تعزيز عامل الهجرة من كافة دول العالم إلى فلسطين، وسط وعود بالحياة الرغيدة تارة وبوصفها أرض الميعاد اليهودية تارة أخرى، كما سهلت للمهاجرين إلى فلسطين كافة الإجراءات وكذلك الدعم المالي لتأسيس الكيان.
الهجرة هي أحد الركائز الأساسية التي قامت عليها دولة الاحتلال الإسرائيلي، هجرة وأمن واستيطان. بدون هجرة يفشل المشروع الصهيوني. أهم العوامل التي تؤثر في الهجرة هي الأمن. لكن ومع مرور السنوات الطويلة الماضية ورغم تعاظم أعداد الصهاينة المهاجرين إلى الكيان الصهيوني التي تعتمد على العنصر البشري بشكل أساسي، بدأت مؤشرات الهجرة العكسية الطاردة بالازدياد هي الأخرى، ويرجع ذلك لعدة عوامل، منها عدم توفر الأمن داخل الكيان الصهيوني بسبب المقاومة المتنامية قوة خلال السنوات الماضية. حدوث العمليات داخل إسرائيل سواء كان عن طريق يعني عمليات عسكرية أو مواجهات أو توتر يؤدي إلى يعني المهاجرين اليهود الذين قدموا لإسرائيل العودة إلى الخارج أو الانتقال من مكان يعني المندلع فيه مواجهات يعني كحدود قطاع غزة، كإشكول، كإسدود، هذه المناطق إلى مناطق في الجليل أو إلى تل أبيب أو إلى مناطق أخرى. ودون أدنى شك أصبحت الهجرة العكسية الطاردة إلى خارج الكيان تشكل هواجس مستمرة لدى زعماء الكيان الصهيوني، حيث أن الدولة الاستعمارية لا تحقق أهدافها الأمنية والاقتصادية دون العنصر البشري الذي بدأ بلملمة ما تبقى له من أحلام في أرض الميعاد الوهمية. مرحبا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين، ورحب بضيفي أيضا الأستاذ صلاح العوودة الباحث المتخصص بالشأن الصهيوني. أهلا وسهلا فيك سيد صلاح مرة أخرى معنا في هذه الحلقة. أهلا بك. حياكم الله. أولا، ماذا تشكل الهجرة بالنسبة للكيان الصهيوني، أو كيف شكلت ركيزة أساسية بالنسبة للحركة الصهيونية والكيان الصهيوني إبان التأسيس وحتى فترات قريبة من عمر هذه الدولة اللقيطة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. الحقيقة ما يميز الكيان الصهيوني عن باقي دول العالم هو موضوع الهجرة، فهو كيان مهاجر وليس كيان منبثق عن شعب يعيش في وطنه، وإنما هو مكون في الأساس من مهاجرين منذ بدء الاستيطان، بدء توافد المهاجرين من قبل الحركة الصهيونية نهاية القرن التاسع عشر وحتى اليوم، وما زال النمو السكاني في داخل الكيان الصهيوني يعتمد بالدرجة الأولى على المهاجرين قبل أي رافد آخر. وبالتالي عامل بقاء هذا الكيان، نشوءه وبقاءه واستمراره، يعتمد على قدوم المهاجرين وعلى إغراء الشباب تحديدا، وهو يعتمد الهجرة النوعية، هو لا يهجر أي يهودي في العالم وإنما يعتمد الهجرة النوعية. هو في السنوات الأخيرة تحديدا يستقطب الشباب اليهود، حتى بعضهم يأتي بدون أهله يعني بدون عائلته، ويسمى الجندي الفرد، الحياة البوديد بالجيش الإسرائيلي. هؤلاء شباب يهود يعيشون في أمريكا الجنوبية أو في أمريكا الشمالية أو في حتى أوروبا، يتم إغراءهم بأنه تعال اخدم في الجيش واحصل على منحة دراسية وما إلى ذلك، وربما تحصل على مستقبل اقتصادي جيد، فيتم استدراجهم للمجيء للخدمة في جيش الاحتلال، وبعضهم يتم يعني تسهيل الأمور له لإحضار باقي عائلته أثناء الخدمة في الجيش، ويتم فعلا تقديم لهم منح اقتصادية ومنح تعليمية تغريهم وتغري أهلهم بالقدوم. أيضا في العقود الماضية كانوا يركزوا على نوعيات معينة للهجرة، مثل كفاءات للعمل، كفاءات في مجالات تكنولوجية ومجالات صناعية معينة تخدم المشروع الصهيوني بوجودها في فلسطين. نعم. طيب، هذه الهجرة التي اتخذت يعني في أكثر من محطة كانت مهمة بالنسبة للكيان الصهيوني، هل ما تزال فعلا دولة الاحتلال قادرة على استقطاب مزيد من المهاجرين حتى هذا الوقت؟ هل ما زالت قادرة على إقناعهم بالمجيء رغم كل المغريات والامتيازات التي يحصلون عليها هنا في فلسطين؟ نعم، ما زالت في السنوات الأخيرة وفقا للوضع الأمني والوضع الاقتصادي في الكيان الصهيوني حصل تغيرات على عدد المهاجرين إلى فلسطين مقابل المهاجرين من فلسطين من اليهود،
وأبرز هذه الأمثلة كان إبان انتفاضة الأقصى، فكان عدد النازحين أو الذين يتركون فلسطين ويعودون إلى بلادهم أكبر من الذين قدموا في نفس السنة، لأنه كل سنة دائرة الإحصاء الإسرائيلية تجري إحصاء للسكان من ذهب ومن عاد. فكان في السنوات الأولى لانتفاضة الأقصى عدد الفارين من فلسطين أكثر من عدد القادمين. أيضا في أعقاب حرب لبنان عام 2006 كان عدد الفارين أكبر من عدد القادمين، وتذبذب العدد أيضا في السنوات الأخيرة، سنوات يكون العدد الذاهبين أكثر من القادمين، ولكن السنة الأخيرة أو الإحصاء الأخير كان بأن عدد القادمين فاق عدد الفارين. ويتم حساب المسألة بأن هناك كل سنة تقريبا حوالي 20,000 يتركوا فلسطين، ويتم حساب عدد من جاء منهم خلال سنة بلا عودة أم بمؤقت، يتم الحساب على أن يعرف من عاد منهم خلال السنة، فمن يعود قبل نهاية السنة يحسب عائد، ومن يبقى بعد السنة يحسب مغادر. وبالتالي في السنوات الأخيرة العدد يعني متقارب من 50% بين الباقي في الخارج، يعني حوالي 8,000 أو 9,000 يهودي سنويا يبقى في الخارج، يعني يخرج ولا يعود، بينما يخرج عدد مقابل مشابه ثم يعود إلى إسرائيل. العدد كما قلت مرتبط بالواقع الأمني وبالواقع الاقتصادي، والعامل الثالث هو العامل الاجتماعي. أكبر دافع أو قوة طاردة عن المركز إذا صحت التسمية هو العامل الأمني، وبالتالي في ظل الحروب يزيد عدد النازحين، عدد التاركين لفلسطين. عام 2006 وفي انتفاضة الأقصى وفي حرب 2014 كان عدد الخارجين متزايد بشكل ملحوظ وفق دائرة الإحصاء الإسرائيلية. أيضا وفق الأزمة الاقتصادية بسبب انتفاضة الأقصى كان الوضع الاقتصادي في إسرائيل متردي جدا، ترافق مع الوضع الأمني السيء، فكان عدد المهاجرين من فلسطين أو العائدين إلى أوطانهم من فلسطين عدد كبير جدا. العامل الثالث وهو عامل اجتماعي لكنه أقل تأثيرا من العوامل الأولى، وهو على خلفية العنصرية، يعني كثير من الشباب الإثيوبيين، شباب من اليهود الشرقيين يبحثون عن أي مكان آخر للمعيشة فيه كإنسان متساوي الحقوق يجده خارج فلسطين فيذهب. فهناك كثير من اليهود الشرقيين يذهبون إلى ألمانيا، يذهبون إلى فرنسا، يذهبون إلى كندا، إلى أمريكا الشمالية بحثا عن فرص عمل. نعم، دعنا نتحدث أكثر بالتفصيل في هذه العوامل الثلاث أو الثلاثة، ولكن بعد أن نرحب بضيفنا الأستاذ حسن عبدو من غزة، الكاتب والمحلل السياسي. أهلا وسهلا بك أستاذ حسن معنا في هذه الحلقة. أهلا وسهلا بكم وأهلا بضيوفك الكرام. حياك الله. كنا نتحدث عن ماذا تشكل الهجرة بالنسبة للكيان الصهيوني، العوامل الطاردة أو المؤدية للهجرة المعاكسة، لكن قبل ذلك وقرأت في المقدمة لأحد المسؤولين الكبار الذي كان وزيرا سابقا ورئيسا للكنيسة الذي دعا الصهاينة لامتلاك جواز سفر آخر، يعني هم الذين جاءوا ويحاولون إثبات وجودهم في هذه الأرض، هم في الحقيقة يعرفون أن بقاءهم مؤقت وأنه يجب أن يكون هناك جواز سفر أجنبي آخر يمتلكونه من أجل العودة بشكل ميسر وسهل. أعود مرة أخرى للسؤال بالنسبة لموضوع الهجرة، يعني هل لا تزال تشكل بالفعل عنصرا مهما من أجل تقوية وبقاء هذه الدولة بهذه الطريقة وكسب هذا التنوع الكبير لليهود والصهاينة من أصقاع العالم؟ المشروع الصهيوني يقوم على ثلاث ركائز. الركيزة الأولى هي الهجرة، الركيزة الثانية هي الأمن، الركيزة الثالثة هي الاستيطان. وهؤلاء يعملون أو ثلاث أقانيم تسمى بالمفهوم الديني، لأن إسرائيل هي مجتمع مهاجرين في الأساس، وبالتالي كل فكرة الدولة تقوم على الهجرة والمهاجرين والتوزيع المجاني وشبه المجاني للغنائم. بعد أي عملية سطو دائما تبدأ عملية توزيع المغانم، ولكي يعطوا هذه العملية صبغة شرعية وتصبح عملية السطو والنهب
من بعد أن تنتهي حتى تتحول إلى مشروع يتم إطفاء عليها الصبغة الدينية واستخدام الدين للقول بأن هذا المكان هو له ارتباط باليهود وإلى آخره من الروايات التوراتية. لكن بالأساس الدافع الرئيسي للهجرة كان وما زال هو التوزيع المجاني وشبه المجاني لدي المنازل والمكاسب على القادمين الجدد. لذلك الهجرة هي عامل مهم جدا، ولا يستقيم تستقيم الهجرة بدون أمن، ولا يستقيم الاستيطان بدون أمن. الأمن كما تفضل ضيفك قبل قليل، الأمن هي الركيزة الأساسية لنجاح المشروع، بدونها لن يستقيم لا الهجرة ولا الاستيطان. نعم، هل هناك من إحصائيات وخاصة أن دوائر الاستخبارات أو المخابرات الصهيونية تحاول دائما ألا تظهر الإحصائيات الحقيقية لهذه الهجرة والهجرة المعاكسة، هل هناك إحصائيات ما خلال السنوات الماضية تحدثت عن هذا الموضوع؟ يعني إسرائيل استفادت من نكبات العالم بشكل كبير، كان آخرها هو تفكك الاتحاد السوفيتي وتراجع الوضع الاقتصادي. استفادت إسرائيل في أكبر موجة للهجرة حيث قدم إليها ما يزيد عن 1,000,000 شخص. أما الآن فالأمر هو مختلف، لم تعد إسرائيل جاذبة للتجمعات اليهودية في العالم. حتى في الاتحاد السوفيتي هناك جزء ممن قدموا إلى دولة الاحتلال هم يعودوا إلى روسيا بعد تحسن الأوضاع المعيشية والظروف الاقتصادية. لذلك أكبر تجمع في العالم لليهود هو في أمريكا وليست في إسرائيل. البعض يقول بأن العدد يكاد أن يكون متساوي، لكن إسرائيل لم تستطع أن تجلب أكبر كتلة من السكان اليهود إلى إسرائيل. بقي التجمع الأهم هو في أمريكا، ثم يأتي التجمع الثاني هنا في فلسطين المحتلة، ثم في فرنسا. وأما باقي الوجود اليهودي فهم غير راغبين الآن بالذهاب إلى إسرائيل. تعمل إسرائيل بكل الوسائل أن تكون دولة اليهود وأن تعطي الحق كما جاء في قانون القومية الجديد العنصري، أن القدوم إلى إسرائيل والهجرة هي محصورة في اليهود فقط، وأن هذه هي دولة اليهود فقط، والذي يقرر مصيرها هم اليهود فقط. هذا هو تقريبا معالم الهجرة. في حادث مهم جدا يمكن أن نستفيد منه وهو في الانتفاضة الثانية على سبيل المثال، كنا نقرأ تماما كيف هجر اليهود المستوطنات المتواجدة في قطاع غزة، وكيف أدى ذلك إلى تراجع الاستيطان وتفكيك المشروع الاستيطاني برمته، والذي كان يجتم على ما يقارب 35% من إجمالي مساحة قطاع غزة الضيق. أذكر أخي العزيز أن مستوطنة نتفرين كتبت يدعوت أحرانوت أن ما تبقى بها هي أسرة ونصف رجل وزوجته وامرأة مطلقة، هذا كل ما بقي في المستوطنة يحرسها أكاديمة. نعم. تقريبا ما أدى إلى في النهاية إلى تفكيكها وخروجها. أعتقد أن الأمن جزء مهم جدا ومرتبط بالاستيطان وبمجمل المشروع الصهيوني. نعم، أرجو أن تبقى معنا أستاذ حسن، سأعود إليك مرة أخرى. أستاذ صلاح، يعني إذا أردنا أن نتحدث بالتفصيل عن هذه العوامل الدافعة للهجرة المعاكسة، وهو موضوع فعلا مهم، يعني كما يقولون يخلق إشكالية حقيقية ووجودية لهذا الكيان. بالنسبة للعوامل التي تحدثنا عنها، كثير من الدول في العالم حتى الدول المستقرة وليست محتلة تعاني من بعض المشاكل الاقتصادية والاجتماعية، لكن يبدو أن العامل الأمني هو الهاجس الأهم والأكبر بالنسبة للاحتلال، ولدينا مؤشرات واضحة في الحروب التي ذكرتها وكذلك في انتفاضة الأقصى. هل نستطيع أن نقول أنه هو أهم العوامل بالفعل الدافعة إلى الهجرة المعاكسة من الكيان الصهيوني إلى الخارج؟ نعم، هذا وفق المعطيات الصادرة عن مكتب الإحصاءات المركزي في الكيان الصهيوني.
العامل الأمني هو العامل الأساس، أيضا عامل الاستقطاب يلعب فيه العامل الأمني دورا مهما. فمثلا نلاحظ أن نتنياهو رئيس حكومة دولة الاحتلال عندما يوجه خطابه لليهود الذين يعيشون خارج فلسطين يقول لهم، يستغل ظروف أمنية طارئة هناك مثل ما حصل في فرنسا، حصلت تفجيرات ضد اليهود في فرنسا، فاستغل الظرف وخاطب اليهود الفرنسيين وقال لهم تعالوا إلى إسرائيل وطنكم وستكونوا آمنين، تعالوا لتشعروا بالأمن عندنا. في المقابل هو يصرخ للعالم بأن إيران تريد إبادتنا وأن هناك أعداء يريدون القضاء على إسرائيل وأننا نتعرض لخطر محرقة جديدة. فهو يناقض نفسه، هو يقول لليهود تعالوا فلسطين أكثر أمنا من أي مكان آخر في العالم، ويصرخ للعالم نحن على خطأ نواجه خطر الإبادة. اليهود لا يسمعون كلامه، يعني هذا العدد الكبير الذي تحدث عنه الأستاذ حسن هو يرفض القدوم هنا، والغالبية الساحقة من اليهود حتى ممن يعيشون في فلسطين نسبة لا بأس بها يعتقدون بأن وجودهم في فلسطين خطر ونوع من المجازفة، يعني حتى الباقين وليس من يترك فلسطين. فهم لديهم قناعة راسخة بأن هذا الوطن ليس وطنهم وأن وجودهم في فلسطين ليس أبديا، وبالتالي الخطر عليهم قائم سواء ممن يفكر بالقدوم هنا ولا يأتي بسبب هذا الخطر أو بسبب الباقون هنا. وأنا أراقب المستوطنين الأشد تطرفا في الكيان الصهيوني، حتى ما يسمون نوع راجفعوت الذين يسكنون جبال الضفة الغربية والهم الأكثر تطرفاً في التعامل مع الفلسطينيين والأكثر تمسكاً بين قوسين بوجودهم في فلسطين، يتعاملون بأن وجودهم هنا مؤقت، هم يريدون قتل الفلسطينيين لأنهم يظنون أنهم سيقتلوا في يوم من الأيام، وبالتالي حتى تطرفهم نابع من قناعتهم بأنهم زائلون، بأنهم هم موجودون هنا مؤقتون وستأتيهم محرقة جديدة أو وعد رباني بأنهم سيقتلون، وبالتالي يواسون أنفسهم بالتاريخ بأنهم سكنوا في هذه البلاد وقتلوا ورحلوا وشردوا، وبالتالي لدى الجميع تقريبا قناعة بأن وجودهم هنا مؤقت. ونذكر أيضا تصريح نتنياهو في عيد الحشمونائيم قبل سنة عندما قال الحشمونائيم مملكة الحشمونائيم عاشت 80 سنة، نحن نأمل أن نبقى 100 سنة، يعني فأكثرهم تفاؤلا يعرف بأن وجودهم هنا في فلسطين مؤقتا سواء فكر بأن هذا خلال 2 أو خلال 10 سنوات أو خلال 20 سنة قادمة، لكن القناعة عند الجميع بأنهم لن يدوموا هنا، وهذا يجعل أغلبية اليهود في العالم لا يفكروا بالقدوم إلى فلسطين. والمطلوب من الشعب الفلسطيني ومن المقاومة أن تعزز هذه القناعة لدى الصهاينة، أليس كذلك أستاذ حسن؟ نعم بكل تأكيد، وجود اليهودي في فلسطين مرتبط بالأمن وأيضا بعوامل أخرى، يعني بقاء المشروع الصهيوني في فلسطين مرتبط بالمنظومة الغربية، إسرائيل هي رأس الحربة للمشروع الغربي الاستعماري، وأهم عنصر قوة لديها هو شبكة منظومة علاقاتها مع الولايات المتحدة الأمريكية والمنظومة الغربية ككل. ونجاح مشروعها بالأساس لا يقوم على قدرتها على التغطية على الجرائم التي ارتكبتها بحق الفلسطينيين، بل ببقائها لصيقة لسياسات الهيمنة والسيطرة الغربية على المنطقة وكامل منطقة الشرق الأوسط. لذلك دائما هناك تفوق على الصعيد الأمني، تفوق كامل على كل ما يحيطها بما تملكه من إمكانيات، وزودها الولايات المتحدة الأمريكية بأحدث ما لديها وأحدث ما لديها في تسنتها العسكرية. لذلك نعم أتفق بأن هذا الكيان هو مؤقت وسيبقى غريبا على المنطقة، لكن إلى الآن هي تقدم خدمات إلى المركزية الاستعمارية الغربية التي تقودها الولايات المتحدة، ومن هنا هي تنبع أهميتها. لذلك هي كيان مصطنع وستبقى كذلك،
والهجرة لدولة الاحتلال أهم عامل لتراجعها هو أن اليهودي اليوم الذي يعيش في فلسطين ليس أسعد حالا من أي يهودي يعيش في مكان آخر في العالم. الوعود التي كانت تقال اليهود بأنها أرض العسل واللبن والأخير وجدت دولة عادية مليئة باللصوص ومليئة بالمشاكل الاجتماعية والتفرقة العنصرية وما إلى آخره، تعاني من مشاكل هي شبيهة بالعالم الثالث. لذلك يتم خيبة الأمل لعدد كبير من اليهود أنفسهم ويفضلوا العودة والعيش في المجتمعات الغربية التي أتوا منها. نعم، أشكرك أستاذ حسن عبدو الكاتب والمحلل السياسي، كنت معنا من مدينة غزة عبر الخط الهاتفي. أستاذ صلاح، إلى أي مدى يمكن أن يشكل هذا ضررا لما يسمى بالميزان الديمغرافي الذي يحاول الكيان بكل ما أوتي من قوة ومن إمكانيات وأموال أن يحافظ عليه لصالح الصهاينة في فلسطين؟ هو هذا مؤشر على خطورة الوضع الذي يعيش فيه الكيان الصهيوني. هو من جهة يواجه مشكلة في إقناع اليهود في العالم للقدوم إلى فلسطين، ويواجه مشكلة في الاحتفاظ بمن جاءوا إلى فلسطين، ويواجه مشكلة بتزايد العدد الفلسطينيين في فلسطين، مما وفق الإحصائيات أنه خلال عدة سنوات سيتفوق عدد الفلسطينيين بين البحر والنهر على عدد المستوطنين. ومشكلة أخرى يعاني منها الكيان الصهيوني هي وجود الجماعات المتدينة، ما يعرف باسم الحريديم، وقضية تجنيدهم في الجيش. هؤلاء جيء بهم وهم يعلمون بأنهم ليسوا صهاينة ولم يقتنعوا يوما بالفكرة الصهيونية، بل إن بعضهم يعادي الفكرة الصهيونية أكثر مما يعاديها الفلسطينيون أنفسهم، ولكن جاء بهم لزيادة العدد لمواجهة القنبلة الديمغرافية الفلسطينية. يعني جاء بهم بعشرات الآلاف ومئات الآلاف، طبعا تم استغلال فقرهم. هؤلاء جاءوا لأنهم فقراء عموما. الجاليات اليهودية المتدينة في أي مكان عاشت كانت تعيش على المساعدات الخيرية. هي جاليات لا تنتج ولا تتعلم، تعليمها يقتصر على التوراة وعلى الأمور الدينية، وبالتالي هذه جاليات تعيش على التبرعات. فأينما كانت تجد إسرائيل أن هناك أزمة اقتصادية في البلد الذي يعيش فيها هؤلاء، كانت تستقطبهم للقدوم وفعلا تصرف عليهم وتنفق عليهم أموال طائلة لإبقائهم في فلسطين. اليوم تواجه مشكلة معهم أنهم هؤلاء اقتربوا من نصف المجتمع تقريبا، وبالتالي نصف الجنود، نصف الشباب في الكيان الصهيوني لا يتجند في الجيش لأنه حريدي. حتى ممن لا ينتمون للطائفة الحريدية لا يريد أن يتجند للجيش، يذهب ويلبس الملابس الدينية في فترة التجنيد ويقدم تقرير بأنه متدين، وبالتالي لا يريد أن يذهب إلى الجيش. ورغم محاولات الجيش لإنشاء ألوية خاصة بهم أو كتائب خاصة بهم، إلا أن نسبة المتجندين منهم ما زالت قليلة، وبالتالي هؤلاء أصبحوا يشكلوا عبء على الدولة، عبء أنهم عدد بدون تجنيد، وبالتالي ستبقى مشكلة التجنيد ومشكلة الحصول على جنود مرتبطة باستقدام جنود من الخارج من ناحية. أيضا يشكل عبء اقتصادي لأنهم لا ينتجون. هؤلاء في مدارسهم لا يتعلمون الرياضيات ولا الفيزياء ولا العلوم، يتعلمون فقط توراة. ووفق قناعات عددهم تقريبا هؤلاء بمئات الآلاف، وهنا أحياء كاملة في القدس وفي تل أبيب، في جنوب تل أبيب، في بني براك، وفي مئة شعارين في القدس، حيان يعني مثالان لهذه الأحياء الحريدية، يمنع على الجيش دخولها. إذا دخل جندي بالزي العسكري إلى 100 شعارين في القدس يتم تكسيره، في حين لو دخل لقرية فلسطينية سيمر مرور الكرام ربما. وبالتالي هؤلاء فعلا يشكلون خطر على الكيان الصهيوني. هؤلاء مثل العظمى الذين حاول ابتلاعهم فوقفوا في زور الحكومة الاحتلال وزور الحركة الصهيونية. جاءوا بهم ليزيدوا العدد، جاءوا بهم ليكونوا جنود، فأصبحوا عبا على الدولة. أول من فكر بإحضارهم كان بن غوريون، واعترضوا أعضاء الحركة الصهيونية الآخرون وقادة الحركة الصهيونية اعترضوا على إحضارهم، فقال أريد أبنائهم، لا أريدهم هم، أنا أريد أبنائهم. بعضهم في البدايات عندما كانوا ضعفاء
كانت الحركة الصهيونية والحكومة تأخذ أبنائهم منهم رغم أنوفهم وتجبرهم على إرسال أبنائهم إلى المدارس العلمانية حتى يتعلموا ويتحولوا لجنود، ولكن عندما زاد عددهم هؤلاء اعتزلوا الدولة والمجتمع، وبالتالي أصبحوا خطر يهدد الكيان فعلا. هل من أجل ذلك بالفعل نجد أن الاحتلال منزعج جدا من قضية مسيرات العودة وما يدور على الحدود مع قطاع غزة، لأنه هذا بيزعج كمان المستوطنات القريبة، المناطق القريبة من حدود قطاع غزة، مزعج جدا بالنسبة لهم ويؤثر على الزراعة وكذا واستقرار السكان هناك؟ بالتأكيد قضية مسيرات العودة عملت صدمة في الوعي الصهيوني، وعي الجمهور الصهيوني كمثال على فكرة، لأنه المسألة ليست يعني تفضل. لكن ما أريد أن أقوله بأن مسألة المتدينين مع مسألة مسيرة العودة مع مسألة الخدمة في الجيش مع مسألة المهاجرين والمهاجرين لأسباب اقتصادية ولأسباب أمنية، هذه عوامل من سلسلة عوامل طويلة هي كالسوس تنخر في هذا الكيان الصهيوني، لم يعد قويا ولم يعد شابا ولم يعد فتيا كما كان قبل 20 وقبل 30 سنة. هذا الكيان الآن يعاني من كثير من المشاكل الصحية ككيان، وهو أصبح مثل بيت النمل المثقوب من كل الجهات والخالي من محتواه. هو يعرض للعالم قوته العسكرية، طائرة F-35 وعدد الأقمار الصناعية التي يملكها ونوعيات الأسلحة وقدرته على تصدير السلاح والتكنولوجيا الهايتك. هو هذا كلام حقيقي وصحيح، هو كشركة اقتصادية وكشركة تكنولوجية هو متفوق، هو يستخدم هذا القناع التكنولوجي والقناع العسكري لتصدير نفسه على أنه كيان قوي متفوق على العالم ويصدر الخير الكثير للعالم، لكنه في الداخل هو مثل بيت النمل الذي منخور من كل الجهات، وهو يبقى ويصمد فقط لأن لا أحد يمسه، لا أحد يعتدي عليه، بينما لو واحد بالخطأ دعس عليه سينهار كما بيت النمل أو بيت العنكبوت. تماما. هل لأجل ذلك يجب على المقاومة الفلسطينية أن تستغل هذه الظروف التي يحياها الكيان الصهيوني؟ لكن في المقابل أستاذ صلاح، فإننا نعرف أن ثمن المقاومة ثمن مكلف، يعني حتى الآن مثلا رغم أنه وجود مسيرات شعبية يعني على الحدود مع قطاع غزة، بالونات حارقة، بعض الإجراءات والمناوشات التي يقوم بها الشباب، إرباك ليلي غيره، لكن رغم هيك الاحتلال يهدد ويتوعد أن الأمر قد يتحول إلى تصعيد عسكري وضرب بالصواريخ وربما إلى حرب. فكيف يمكن للفلسطينيين أن يجمعوا بين إزعاج الاحتلال بمثل هذه المقاومة المستمرة دون أن تكون التكلفة كبيرة كما حصل في الحروب السابقة؟ هذا السؤال الجوهري، أنه يجب أن لا نقتصر على ملعب واحد في مواجهة الاحتلال. كما قلت لدينا كثير من الثغرات وكثير من نقاط الضعف التي يعاني منها الكيان الصهيوني كمجتمع وكدولة غير القوى العسكرية. قلت أن أقوى شيء هو عنده القوى العسكرية والتكنولوجيا والاقتصاد وثم النظام السياسي. النظام السياسي بدأ يتراجع، ويجب أن لا يكون صراعنا مع الاحتلال فقط من خلال بندقية المقاومة، ويجب أن لا يكون الصراع فقط مع المقاومة وحدها وخصوصا في قطاع غزة. نحن للأسف، وهذا ما يجعل الاحتلال ينمو ويترعرع ويصدر هذا، أنه لا يقاتله إلا هذه البندقية في قطاع غزة فقط، فلا يقاتله الشعب الفلسطيني جميعا ولا تقاتله الأمة العربية، بل موجة تطبيع كاسحة، ولا تقاتله الأمة الإسلامية. بينما لو كانت هناك أمة فعلا وليس فقط مجرد مجموعات المقاومة أو مجرد قطاع غزة يواجه هذا الاحتلال، ثقافيا هزم واقتصاديا هزم وتكنولوجيا هزم، لدى الأمة كثير من الطاقات التي تهزم هذا العدو. فلو كان لدينا أخصائيين اجتماعيين يعرفون فقط الثغرات الموجودة في المجتمع الصهيوني لهزمناه من الداخل. لو استطعنا أن نبني وسائل تواصل اجتماعي كالتي يبنيها ضدنا لا هزمنا هذا الكيان الصهيوني. فلدينا كثير من المعرفة عن ثغراته ولدينا كثير من الإمكانيات، لكن للأسف نحن لا نستخدم، وتصب كل جهودنا فقط في إطار المقاومة لأن هذه إمكانياتنا فقط، بينما جهود الأمة كلها غير موجهة للكيان الصهيوني ولا في أي مجال ولا حتى في المجال الإعلامي. نحن لدينا كثير من الأسلحة التي يمكن استخدامها ضد الكيان الصهيوني لكن غير مستخدمة لأسباب كثيرة
وأنت ضربت مثالا مهما، يعني أنت قلت حتى خطاب نتنياهو الإعلامي بخاطب اليهود والصهاينة في العالم بخطاب أنه نحن بلاد الأمن والسمن والعسل، وبخاطب العالم بشكل آخر أنه إيران تشكل تهديدا علينا. تخيل أنه إحنا قادرين بالفعل إلى توجيه خطاب مهم. لو سمح لي بسؤال آخر، هل يمكن للاحتلال، وهذا عهده طبعا، أن يلجأ إلى مسألة الاقتلاع مرة أخرى والترانسفير من أجل أن يحافظ على وجوده وأن يحافظ على الحصة الأكبر من الأرض ومن الإنسان في هذه الأرض؟ وهذا ربما يعني هو السؤال الأخطر في هذه الحلقة، أم أن عهد الاقتلاع والمجازر والترانسفير قد انتهى؟ أعتقد أن الأدوات هي التي تختلف، لكن العقلية موجودة. يعني قبل أيام سئلت وزيرة القضاء لدى دولة الاحتلال يلت شكيد عن إمكانية ضم الضفة الغربية للكيان الصهيوني وضمها رسميا يعني بقانون، رغم أنها تحت الاحتلال ومضمومة واقعا. فقالت في هذه الأيام صعب، ولكن على المدى المتوسط هذا الأمر سيصبح ممكنا، الآن غير ممكن، وهناك تقدم تدريجي بهذا الاتجاه. والضم يعني الترانسفير، لأنه لا تستطيع أن تضم الضفة الغربية بسكانها. لا يجب أن يكون هناك على الأقل أبرتهايد، على الأقل، وهو نوع من أنواع الجريمة التي لن يحتملها العالم. دولة الاحتلال تتجه بهذا الاتجاه، تتجه باتجاه اليمينية، باتجاه التدين، وباتجاه التطرف الفاشي، واتجاه العنصرية. والقوانين التي توجت بقانون القومية الجديد كلها تأتي بهذا الإطار وفي هذا الاتجاه. ونحن ننتظر قوانين أخرى، هناك مشاريع قوانين في الكنيست تنتظر إقرارها في هذا السياق، وهي تدفع بالاحتلال نحو العنصرية تجاه العرب، تجاه الفلسطينيين. غير هذا المشروع؟ نعم، هناك مشاريع كثيرة، منها قانون الإعدام ضد الأسرى الفلسطينيين، هذا قانون موجود على الطاولة. هناك قوانين لحصار الجمعيات اليسارية في الكيان الصهيوني نفسه، ليست ضد الفلسطينيين بل ضد حيبطل الكيان الديمقراطي بين قوسين. نعم بالضبط، الديمقراطية الإسرائيلية، وهذا يكتبه خبراء عندهم. عموس يدلن قبل أيام في منتدى في مركز دراسات الأمن القومي يناقش التهديدات الكبرى على دولة إسرائيل، فقال أنا لسنوات مكلف من الدولة بأن أدرس التهديد الاستراتيجي الأكبر على إسرائيل، وهو السلاح النووي. ولكن هذا السلاح لدى إسرائيل استراتيجية للتعامل معه، لكن هناك تهديد لا يقل خطورة عن هذا التهديد يواجه إسرائيل، وهو تهديد الديمقراطية، تراجع الديمقراطية وانهيار إسرائيل كدولة ديمقراطية. وهذا لا يوجد لدى إسرائيل آليات ولا استراتيجيات للتعامل مع هذا التهديد، وهذا مشهود. من يراقب الشأن الإسرائيلي يلاحظ بأنه على صعيد التعليم، وزارة التعليم في يد المستوطن نفتالي بنت المتدين، الذي ينسف مبادئ الديمقراطية في مناهج التعليم ويدخل مناهج الدين المعتمدة على يوشع بن نون صاحب المجازر. نعم. الذي يحتل ويرتكب المجازر. وأيضا ميري ريغف وزيرة الثقافة المتطرفة أيضا تنشر هذه الثقافة، تحاصر اليسار الصهيوني الذي يدعو للتعايش وللسلام وما إلى ذلك، وتأتي بأن لديها عقيدة مطلقة تجاه فلسطين. ولدى وزيرة القضاء نفس الشيء، الآن المحكمة العليا تغير نصف أعضائها وأصبحوا مستوطنين. قبل أيام رشق بالحجارة قاضي في المحكمة العليا، هو يسكن في مستوطنة في الضفة الغربية، وبالتالي أصبحت دولة مستوطنين يمينية متطرفة متدينة، وانتهى عصر دولة بن غوريون اليهودية الديمقراطية. وهذا ليس أقل خطورة من السلاح النووي كما قال عموس يدلن. بلا شك حديثك لا يمل سيد صلاح، ولكن انتهى وقت الفقرة. ننتقل بكم بعد الشكر للأستاذ صلاح العوابد الباحث في المتخصص بالشأن الصهيوني إلى فقرة أخرى، فابقوا معنا. مشاهدي قناة الرافدين الكرام، يمكنكم متابعة بثنا عبر القمر الصناعي سوهيلسات على التردد 11142 عمودي، وعبر القمر الصناعي نايلسات على تردد 1238 أفقي. ولمزيد من المعلومات يرجى التواصل مع موقع القناة الإلكتروني عبر الإنترنت.
أهلا بكم من جديد أعزائنا المشاهدين مرة أخرى إلى المسجد الأقصى المبارك، المكانة والمكان ومن زوايا أخرى نتعرف على هذا المسجد، فتفضلوا معنا إلى مشاهدة هذا الفيديو. 144 رقم على كل شخص أن يحفظه وأن يكون به دليلاً وله ساعياً. فما هي؟ إنها مساحة المسجد الأقصى المبارك 144 دنماً. فالمسجد الأقصى هو الساحة الفسيحة التي يدور حولها السور وتحتوي العديد من المعالم والمساجد. المسجد الأقصى هو صرح تاريخي وإرث إسلامي عظيم، فهو أولى القبلتين في الإسلام ومسرى النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهو ثاني مسجد وضع في الأرض. سماه الله تعالى في كتابه بالمسجد الأقصى، فذكر الاسم في الآية الأولى من سورة الإسراء، وكان يطلق عليه قبل ذلك بيت المقدس، أي البيت المبارك والمطهر، وفضل أجر الصلاة فيه مضاعف. يحتضن المسجد أكثر من 200 معلم تاريخي، ففيه 7 مساجد ومصليات، منها الجامع القبلي ذو القبة الرصاصية، وهو المصلى الرئيس في المسجد الأقصى، وفيه منبر نور الدين زنكي، ومسجد قبة الصخرة ذو القبة الذهبية اللامعة، ومصلى النساء، والمصلى المرواني، ومصلى الأقصى القديم، ومسجد البراق والمغاربة. وله أيضاً 4 مآذن يتزين بها، فيما يتميز باحتوائه على 15 قبة، والتي تعد من أجمل التحف الإسلامية العريقة. يشتهر المسجد الأقصى بأبوابه التي برع المسلمون في إتقان صنع أبوابها الخشبية، وتفننوا في زخرفتها وإظهار تفاصيلها والعناية بدقتها، منها ما هو مفتوح ومعظمها مغلقة، إما حماية من الغزو الصليبي الغادر أو بفعل الاحتلال. يبلغ عددها جميعاً المفتوحة والمغلقة 15 باباً. يحتوي المسجد الأقصى على رواقين، وهما ممران مسقوفان يمتدان من جهته الشمالية والغربية، وعلى أسبلة مياه عديدة، كما أنه يحتوي على العديد من المدارس والمصاطب التي كان يتدارس الطلاب فيها. في المسجد الأقصى 8 من البوائك أو القناطر، وهي عبارة عن أعمدة تربطها عقود أنشئت لأغراض جمالية. يعد من أهم معالمه حائط البراق، حيث ربط الرسول صلى الله عليه وسلم دابته، والذي يحاول الصهاينة تهويده وترسيخ تسميته زوراً بحائط المبكى. يحاول اليهود ويسعون جاهدين لهدم المسجد الأقصى وتهويد أو إزالة معالمه ومحو أثره، ولهذا يعدون الخطط ويخططون المشاريع. فهل يستطيع الصهاينة هدم المسجد الأقصى، أم أن جيل التحرير قادم من أجله؟ مرحبا بكم من جديد إلى حكاية مدينة، واليوم إلى رام الله عاصمة القرار الفلسطيني سياسيا في هذه الفترة وفي هذا الزمن. دعونا ننتقل إلى هناك. مدينة رام الله. تقع مدينة رام الله ضمن سلسلة جبال القدس، وتبعد عن القدس حوالي 15 كيلومتراً، وتعد البوابة الشمالية لها، حيث كانت ممراً لمعظم القوافل التجارية أو الغزوات الحربية القادمة إلى القدس. كانت رام الله خربة ضمن أراضي قرية البيرة، وأعطي لها اسمها بعد القرون الوسطى، والذي يعني الله أراد أو الله قضى. خلت المدينة بين أواخر القرن 13 وأوائل القرن 17 الميلادي من السكان، حيث أعادت إعمارها عشيرة الحدادين بزعامة عميدها راشد، وهي عشيرة عربية من عشائر الكرك، رحلت عنها ونزلت في ضواحي البيرة،
فارقت لها خربة رام الله لما فيها من إحراج وأخشاب ضرورية لمهمة الحدادة التي كانت العشيرة تمارسها، فابتاعتها من أصحابها الغزاونة أهل البيرة الأصليين. يشير الأرشيف العثماني إلى أن عدد سكان رام الله في بداية الفترة العثمانية قد بلغ 225 شخصاً موزعين على 45 عائلة، بلغ عدد سكانها اليوم ما يقارب 35,000، حيث كان العدد قبل النكبة 2920 نسمة. في العشرينات من القرن الحالي بدأت رام الله تزهو بمبانيها الجميلة التي تحيط بها الحدائق، وتم ربطها بمدن القدس ونابلس بالطرق المعبدة، الأمر الذي جعلها محط أنظار المصطافين. هاجر عدد كبير من أبناء رام الله إلى أمريكا، مما ساهم لاحقاً في ازدهار المدينة وبنائها. بعد احتلال فلسطين في عام النكبة، انضمت رام الله كبقية مدن الضفة إلى المملكة الأردنية الهاشمية. وقعت في العام 67 و900 تحت الاحتلال الصهيوني، حيث نالت حصتها من المصادرات الصهيونية لبناء المستوطنات والبؤر الاستيطانية ومعسكرات الجيش الصهيونية ومناطق عسكرية للتدريب. يبلغ عدد المستوطنات الصهيونية فيها ما يقارب 29 مستوطنة، بالإضافة إلى 56 بؤرة استيطانية. كان للمدينة دور بارز في الانتفاضة الأولى، وقد خاض سكانها معارك شرسة ضد الاحتلال قبل توقيع اتفاقية السلام في أوسلو، حيث أصبحت المدينة خاضعة للسلطة الفلسطينية وتحولت لمقر لها. تعرضت المدينة خلال انتفاضة الأقصى لحملة تدمير وقتل واسعة على يد قوات الاحتلال طالت حتى مقرات السلطة الفلسطينية. أما جدار الفصل العنصري فيقتطع من المدينة 90 كيلومتراً، كما يقتطع الجزء الغربي والجنوبي الغربي من المحافظة ليضعها في معزل عن مالكيها. تشتهر رام الله بالصناعات اليدوية كصناعة النجف الخشبية وصناعة المطرزات الجميلة التي تطورها نساء المدينة. من أبرز معالمها البلدة القديمة، والتي تشتمل على آثار تعود إلى العصرين الإفرنجي والأيوبي وكذلك العثماني. يقع فيها البرج الإفرنجي والمعصرة أو البد ومقام إبراهيم الخليل والمحكمة العثمانية ومحط المدافع وتل سيلون، وهو عبارة عن تل ومدينة كنعانية ومعلم عربي إسلامي. برز من مدينة رام الله وقراها شخصيات كان لها بصمة في التاريخ الوطني الفلسطيني، من أبرزها قاسم الريماوي والقائد الفلسطيني خالد مشعل. هب النسيم وفاحت الفلة، فحسبتني في صيف رام الله، وشد الصنوبري خيمة رفعت في جانب الوادي وفي الدلة. رام الله رام حفظ الله رام الله والقدس وغزة التي تتعرض لعدوان أيضا في هذه الأيام، ودامت فلسطين والوطن العربي بخير. في الختام تقبلوا أعطر تحياتنا من فريق العمل، وتذكروا دائما أن ينصركم الله فلا غالب لكم. السلام عليكم ورحمة الله.